بقوله احنا عندنا الان مشكله صارت في برامجنا الرياضيه بالنسبه لمشوار المنتخب، دائما نكرر قضيه 94 94 94. نرجع ونقول احنا متفقين على هذا الموضوع انه مواهب ونجوم 94 لن يتكرروا. احنا ما نبي ننتقص من اللي موجودين، او يجي يقول انت قاعد يعني تشتغل عملية إحباط للنجوم، وزي ما تفضل أخوي طارق قبل قليل أن الجماعة الآن في السوشيال ميديا ترى يتعاطون وترى يقرون. نعم الزمن تغير، الزمن ممكن يتكرر بس الزمن تغير. أنا هذا وجهة نظري أنا يا طارق. أنا مو شرط اللي أقوله صح، ممكن الكل يختلف ما عندي مشكلة، بس أنا هذا رأيي الشخصي أنه إحنا ما يجب أن نكرس هذا الموضوع. كلمة الثاني يقول 94 لا نجوم 94 مختلفين، هذا رأيي الشخصي. أنا أقول حتى مدربنا يلعب حسب إمكانات وقدرات اللاعبين اللي عنده. لما سألت السؤال الأول وقلت قضية التفاؤل أو التشاؤم، قلت لك بالحرف الواحد أنا لا أبي أذهب لا مع المعسكر ولا مع المعسكر. قد يفاجئنا هذا المنتخب بنتائج جيدة، خصوصا في مجموعتنا، وذكرنا وتكلموا كثيرين منهم على فكرة حتى أثناء تصنيف المجموعة ذكروا المنتخب الروسي ليس بذاك المنتخب الصعب، صحيح يلعب على أرضه وبين جماهيره، وربما تكون هذه هي البنفت الأكبر بالنسبة له، لكن ممكن المنتخب السعودي يقدم شيء. لكن أنا الآن كمتابع، أو زي ما قال أخوي أبو فارس قال كلمة، قال أنا ما بأخدع المشاهد الرياضي وإني أجي وأصور على أنه والله من خلال هالتجارب. يعني على فكرة حتى لو بكرة أنا طلعت تجربة جميلة مع إيطاليا أو مع البيرو، أنا شخصيا عندي قناعة أنه اللي أنا أشوفه قدامي الآن، هذا المنتخب اللي شفته قدام بلجيكا وقدام الجزائر، حتى لو قلنا الجزائر ناقص، وقدام اليوم اليونان، هذا تصوري. أتمنى إن شاء الله أتمنى أنه يخذلوني وأشوف شيء غير، لكن التصور اللي عندي عداد الملح أنه هذا هو المنتخب اللي حيشارك في روسيا، هذا هو الطريقة، هذا هو المجهود. ما عاد أتصور عندنا أكبر من هذا الجهد اللي احنا قاعد نشوفه. كم لاعب عنده لا يزال هو إلى الآن؟ يعني ما في مجال للتطور في المنتخب خلال الشهر والمباراة الجاية؟ لا لا، أنا قلت أبو تركي أتمنى أن يخذلوني وأشوف شيء أفضل. أنا إلى الآن أبغى أفهم الفكرة اللي أنت تقولها، بس أنا إلى الآن هذا المنتخب لا يمكن أن يتطور خلال الشهر إلى الآن. أنا بالنسبة لي ومع التدرج بالنسبة لي رغم يعني هل بلغ المنتخب أقصى طاقة له؟ أنا وجهة نظري نعم، هذا حدود طاقات منتخبنا. إذن لن يتغير وقدراتهم. إذن ليش قلنا في مباراة الفاتة الجزائر صرنا نشوف فيه تكتيك جيد، واليوم في ضغط، واليوم لعب من لمسة، وفي كرة. المنتخب اللي تطور خلال معسكر بسيط خلال الفترة الفاتت مع بيتسي بهالسرعة، صح ما وصل إلى شيء رائع وعالمي. بعد شهر قادم في معسكرات، في ثلاث مباريات قوية، ما يمكن يتطور؟ وتركي واسألك سؤال، احترم رايك طبعا، لا ما عليه، لكن على انا اختلف فكرة تماما. يعني على فكره انا زي ما قلت قبل قليل قلت المزيان، قد اكون انا اختلف يعني، قد اكون الكلام كله اللي قلته يعني كل الكلام اللي قلته خطا، ما عندي مشكله، بس انت باني على ايش؟ انا اقول لك